السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. وهالمرة عدنا هاي اللابتوب الاسوس اللي تشوفوها امامكم. هاي اللابتوب موديلها مثل ما واضح عندكم هو X550J. هاي اللابتوب طبعا مشكلتها مثل ما راح اشوفكم هسه، تربط الشاحن، ضوء الشحن مثل ما تشوفون ظاهر امامكم. الشاحن ربطناها، نشغل تشتغل، يعرض عندك الضوء مال التشغيل مثل ما تشوفون، ولكن اللابتوب ماكو اي شيء على شاشتها، دلالة على انه التشغيل مو حقيقي مثل ما مشتبه به. السيء بالامر اشنو، انه اذا حاولنا نطفي اللابتوب بهذا الشكل، ندوس على زر الباور بشكل مستمر ما تستجيب. هذا دلالة على انه الاي او تشيب اصلا ما جاي يستجيب، ودلالة على انه اكو مشكلة كبيرة جدا بالبورد. فحتى نعرف شنو المشكلة وشنو سببها راح نفكك الجهاز ونعرف ايش نسوي ان شاء الله. فخليكم متابعين حتى النهاية. احب انوه لنقطة مع بداية الفيديو، انه تسجيل الصوت مختلف عن تسجيل الفيديو، لانه صراحة صار عندي مشاكل كبيرة بالتسجيل. الصوت طلع مشوه بشكل كبير، ما قدرت اعدله بالمونتاج، فارتئيت انه الغي الصوت بشكل كامل واقوم بعملية فويس اوفر وشرح اثناء المونتاج للفيديو. اول شيء راح نقوم به هو تفكيك اللابتوب. مثل ما شفتوا فتحنا القبغ الخلفي للجهاز، وحاليا ارتئيت انه افتح الهارد ديسك اشتباها بانه مثلا يكون الهارد ديسك بشورت او مشكله معينه، فراح ارفع الهارد ديسك من مكانه مثل ما تشوفون. تم انتزاع الهارد ديسك، وطبعا البطاريه ايضا رفعناها من مكانها. طبعا حاليا نجي نربط الشاحن ونجرب مره اخرى، ومثل ما تشوفون نفس النتيجة حصلنا عليها. الجهاز شغال ولكن بدون عرض بيانات على الشاشة بشكل نهائي. نزعنا الشاحن وراح نجي ننتزع الرام الخارجي. طبعا اللابتوب يحتوي على رامين، واحد بيلت اوت واحد بيلت ان. طبعا البيلت ان ثابت على المذر بورد مثل ما تشوفون، وهذا الخارجي ممكن يكون بشورت معين او مشكلة كبيرة هي اللي ادت على او ادت الى حصول هذا الخلل. فبعد انتزاع الرام ارتئينا انه نجربها مرة اخرى. وضعنا الشاحن، شغلنا الجهاز، ونتيجة مماثلة تماما. هنا قررنا نفكك الجهاز بشكل كامل، فراح نرفع الغطاء بشكل كامل، فلازم نرفع جميع البراغي الخاصة بالجهاز. هنا راح نجي نرفع القبغ العلوي او الكيس العلوي. ارجو المعذرة، طبعا جاني زباين. نكمل، حاليا راح يتم رفع الغطاء العلوي مثل ما تشوفون. وهنا انتزعنا الفلاتات الخاصة بالباور والكيبورد والتاتش باد، حررنا الجزء العلوي مثل ما تشوفون. بعد ما نزعنا طبعا التاتش باد والكيبورد، ما اكو مانع انه نقوم بتجربة اخرى، لعله يكون مثلا شورت بالتاتش باد او شورت بالكيبورد نفسه. فراح نربط الفلاتة مع الباور ونجرب مرة اخرى. طبعا نزعنا الفلاتة بعد التشغيل مباشرة، وضوء التشغيل مثل ما تشوفون شغال، ولكن ايضا نفس الحالة بقت الضوء مال التشغيل يشتغل وما عندنا اي بيانات على الشاشة. فهنا قررت افكك الجهاز بشكل كامل، فرفعت الدي في دي من محله. وهنا راح ننتزع الفلاتة الخاصة بالكارت الجانبي بهذا الشكل. وهنا نقوم بانتزاع الفلاتة الخاصة بالسماعات او السبيكرز. طبعا هنا بعد نزع جميع الفلاتات قررت انه اجرب مرة اخرى، لعله عسى احصل على نتيجة مغايرة، رغم انه عندي قناعة داخلية انه المشكلة كلش كبيرة، لانه الاي او تشيب ما جاي يستجيب باي شكل من الاشكال لعملية الضغط المستمر على زر الباور.
الحالة مثل ما هي، ننتزع الشاحن ونكمل اللي بدينا. هنا راح ننتزع الفلاتة الخاصة بال LVDS أو الشاشة، الانتينات مال الواي فاي، ونفكك البراغي الخاصة بالمذر بورد حتى ننتزعها من مكانه. انتزعنا كارت الواي فاي، وحاليا جاي نحاول ننتزع المذر بورد من محله، ونسينا برغي ايضا نقوم بتفكيكه. ومثل ما تشوفون قدرنا نحرر المذر بورد وننتزعه من مكانه. طبعا الفلاتة مال الباور بمحلها، فراح نحرر فلاتة الباور لانه راح نحتاجها بعملية التشغيل والفحص. فنرفع القلابة لانه الكيبل الخاص بالباور يعبر من تحتها. رفعنا القلابة والمفصلة، وحاليا جاري تحرير كيبل الباور مثل ما تشوفون. قمنا بانتزاعه من محله، وهذا الجزء كله ما راح نحتاجه، فراح نحتاج البورد فقط. فنخلي جانب، خلي هذا الجزء على جنب. طبعا هنا جاي انتزع، عذرا طبعا على ملامستي للكاميرا، هنا جاي افكك زر التشغيل لانه راح احتاجه بعملية التشغيل. فبرغيين خاصين بالبورد التشغيل او زر التشغيل، انتزعتهم، انتزعت الفلاتة بهذا الشكل، وخذت الكيس العلوي على جنب، رجعت الفلاتة محلها لأنه أثناء الانتزاع تحركت من مكانها. ربطنا زر التشغيل على المذر بورد اللي نحتاجه كله. صار عندنا هو الفلاتة مال الباور أو الفلاتة مال السوكت مال الباور، زائد زر التشغيل. طبعا هنا خلينا نصفر البايوز للجهاز. انتزعنا بطارية البايوز وقمنا بعملية تصفير للبايوز، لعله وعسى نحصل على نتيجة مغايرة. بعد تصفير البايز مثل ما تشوفون بهذه الطريقة. خلينا نحاول نشغل مرة أخرى، نضغط زر التشغيل يشتغل ضوء الباور مثل ما تشوفون، ولكن الفان مثل ما تشوفون الفان واقفة أو المروحة واقفة محلها ولا تحركت، وكأنما عملية التشغيل هي عملية مخادعة أو عملية كذبية. طبعا هنا جبت الملتي ميتر على مود ارفع قياسات من البورد، فشغلت البورد حتى ارفع قياسات، وعن طريق الصدفة اثناء ملامستي للبورد اكتشفت انه منطقة البي سي اتش جاي تحمى بشكل جدا عالي لدرجة انه تحرق اليد. فقررت انه افتح الشيلد او الهيت سينك الخاص بالبي سي اتش حتى احاول اكتشف شنو سبب هاي الحرارة. فرفعت الهيت سينك الخاص بالبي سي اج، وهنا عندنا هذا الثيرمال باد او الثيرمال باد مال البي سي اج، جاي انزعها مثل ما تشوفون، والحرارة طبعا جدا جدا عالية لدرجة انه ممكن انه تقلي عليها بيض. خلي اشوفكم طبعا بفيديو قصير صورته الكارثة اللي صايرة على البي سي اج، فشوفوا الفيديو التالي وانطوني رأيكم به. طبعا نشغل مرة أخرى بهذا الوضع، مثل ما تشوفون اشتغل عندنا البورد. حاليا خلينا نجيب كحول، نقلب البورد على الجانب الآخر ونجيب كحول لغرض الفحص. وهنا خلينا نشوفكم موديل البوردة مثل ما تشوفون، موديل المذر بورد هو مثل ما ظاهر امامكم بالصورة بشكل واضح. طبعا زبونتي ترجتني انه اصلح الجهاز باي شكل من الاشكال، فاتصلت بصديقي اللي عنده ماكينة البي جي اي، ووافق انه يبدل لي الشيبسيت، خصوصا انه عنده شيبسيت مستخدم راح يقوم بعمل ريبولينج لهذا الشيبسيت ويقوم بتركيبه محل البي سي اج التالف. فان شاء الله راح احاول اخليه يصور لي فيديو او صور لعملية الاستبدال، وبعدها ان شاء الله نشوفكم النتيجة النهائية بعد ما
يكمل المذر بورد، ف راح احاول ازودكم بالتفاصيل، خليكم ويانا. طبعا هاي شريحة البي سي اتش وظاهر بيها الموديل والكود اللي عليها بشكل واضح اذا تحب تعرف معلومات البي سي اتش. وعن طريق ماكينة البي جي اي تم رفع الشيبسيت التالف من محله مثل ما تشوفون، وهنا بعد تنظيف المكان الخاصة بتركيب البي سي اتش، وهنا جبنا الشريحة السليمة حتى نركبها محل الشريحة التالفة مثل ما تشوفون. وقبل ما نركبها اكيد يتم عمل ريبولينج لها بهذا الشكل، رجع جديدة مثل ما تشوفون. طبعا بهاي الصورة واضحتكم انه البي جي اي ماشين جاي تشتغل والبي سي اتش جديد جاري تركيبه، وفوقها قطعة معدنية هذه لزيادة الثقل حتى نضمن التصاق او التحام البي سي اتش جديد محل القديم بشكل جيد. تم تركيب البي سي اتش الجديد محل القديم مثل ما تشوفون، وهذه تقريبا الصورة النهائية ما قبل التجميع. راح يتم تجميع الجهاز ونشوفكم النتيجة النهائية ان شاء الله. طبعا وما ننسى عملية الكلير مي للبايوز حتى لا تصير عندنا اي مشاكل، وفحص اليو اس بيات بهذا الشكل. طبعا الجهاز لانه ما عليه اس اس دي فصاير بيبطئ بالاستجابه شويه. هاي اليو اس بي اليمين فحص مثل ما تشوفون شغال ما بدون اي مشاكل، وهذا الاول من جهه اليسار ايضا اشتغل بدون مشاكل، وهذا اليو اس بي الثالث ايضا اشتغل بدون مشاكل. وهاي اللابتوب شباب بعد ما تم اصلاحها وتجميعها بشكل كامل. هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم سيف قدام من قناه قدام تيك. في امان الله.